هذا أثناء نتواجدوا أمام المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله المحمدية، حيث وجدت معنا الراحل صلاح الدين الغماري صحفي بالقناة الثانية. الآن وصل والدة والدي صلاح الدين، أجواء حزينة الوصول ديال والدة صلاح الدين لعين المكان. حضور كثيف الصحفيين كثير المواطنين والمواطنات. يا ربي وانت الشعب المغربي كله ضعف، ماشي عايش اللي تعيش فيه، الشعب المغربي كله ضعف. لا رحمة الله يا ربي ترحموا بلادنا، الشعب كله ضعف، الشعب المغربي كله ضعف بلادنا. صدمنا على صالح، في حقيقة فقدنا صالح، فقدنا واحد الانسان اللي كيدخل بيوتنا، فقدنا صالح اللي واحد كيعطي الخدمة ديالك واحد جهد. صالح فقدنا صالح اللي كيعطيه الشعب كامل. صالح الله يرحمه ويوسع عليه ضيق القبور، هادشي ما نقول الله يرحمه، الله يرحمه ويصبر عائلته ووليداته. إلا صدمنا في هذا الصباح، ونتمنوا الله المغفرة والرحمة، وتبارك الله عليكم كينصحنا في ابتداء من الكوفيد، وشهر ثلاثة هو كينصحنا جلسوا في ديوركم، وكنا كنتبعوه، بزاف، وصراحة الله بقى فينا بزاف، والله إلا بقى فينا بزاف والله. الأم ديالو نقول لها الله يصبرها، والله وصبر السنوان، والله الله يصبرها، الله يصبرها، الله يصبرها، والله بقى فينا. وهو هاتينا دار الكفر اليوم، اليوم كفر اليوم، واليوم شارينا معك ولادنا، هو اللي كيسارع، هو اللي كيتحرك مع الوزارة، هو الواحد سريع، اللهم ارحمه، الله يرحمه، واحد ولادنا، سارع. لأن الأخ صلاح الدين الغماري أنه بصمة في قلوب المغاربة، وخلال سيبقى في التاريخ برنامج وصلاح الدين الغماري والجائحة هذه اللي كنمروا منها في الآونة الأخيرة. تغمد الله برحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لك. عزاؤنا واحد صلاح الدين دخل البيوت ديال المغاربة كاملين، هذه مواطنة كتعطي النصائح في كوفيد، كيفاش كان تيخاف على المواطنين، وكيفاش خبر نزل علينا كالصاعقة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر الأم ديالو، الله يصبر الزوجة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
سوايا مشى عند امه امي انت يا امي تقولي لنا كيفاش تلقيت الخبر ديال الوفاه ديال صلاح الدين قالوا راه مات جاتنا تخلعنا منين سمعنا الخبر جينا نشريو هي